بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أنا اسمي آية عبد الرازق أبو العنين، عمري 10 سنوات، حفظت القرآن الكريم كاملا، وعمري 5 سنوات، وأتمنى أن الأطفال الصغيرة تحفظ القرآن هذا، وخاصة في الإجازة، لأن القرآن يعلمنا الصدق ولا يعلمنا الكذب، ويعلمنا الأدب أصلا، والقرآن هو الحياة.